فهم تحليل البي سي ار تيست. في بداية الفيديو أحب أذكركم بأن اللي يحب يتواصل معايا يسأل أي سؤال بيتم على الموقع بتاعي اللي هو arafili.com، وهتلاقوا أول ما توصل للموقع على أي صفحة هتلاقي شايفين الأيقونة المدورة ديت اللي لونها سماوي أزرق، بتضغط عليها بتتفتح لك دايلوج بوكس زي ده، وبتكتب السؤال بتاعك، بتكتب السؤال بتاعك في المكان ده، تكتب اللي انت عايزه بالسؤال ماشي، وبعد كده تروح اعمل انتر بيجيني على طول السؤال بنرد عليك ان شاء الله، او بتروح لاي موضوع مثلا مثل هذا الموضوع، بتيجي اي موضوع بتروح عليه موضوع مناسب يكون مناسب للسؤال بتاعك، وتنزل الى اخر الصفحة بعد كل التعليقات قبل الحتة السوداء اللي تحت دي اسمها تزييل الصفحة، وتحط سؤالك هنا بهذا الشكل هتلاقي، وبعدين تحط اسمك، اسم اي اسم مستعار، الاسم تحط اي اسم مستعار مش لازم اسمك الحقيقي، وتدوس يطلع، تدوس هنا اضغط يوصل لي السؤال على طول، ودي طبعا ديت افضل طريقة ان شاء الله، وبنجاوب عليها كلها زي ما انتوا شايفين هنا في الفيديو. فهم تحليل البي سي ار تيست. الأسئلة بتجيني على هذا الشكل في الموقع، وأنا بجاوب بصراحة تقريبا على كل الأسئلة اللي بتيجي على الموقع، هي دي الشيء المكان اللي أنا ملتزم أجاوب على جميع الأسئلة. سؤال أنا اخترت سؤالين لأن هم إلى حد ما يعني في منهم سؤال مهم. السؤال الأولاني واحد بيسأل هل ممكن النتيجة تتغير، يعني واحد عمل تحليل والنتيجة بتاعته ممكن تتغير بعد كده وتبقى سلبي. الإجابة لا، لا يمكن أن تتغير النتيجة التحليل السلبي إلى إيجابي إلا في حالة واحدة، لو تعرضت للعدوى مرة تاني. طيب بيقول هو بس عشان أنا مازال عندي بعد العلاقة أعاني من الإرهاق وبياض اللسان يعني والتحليل عمله يوم 88. طبعا التحليل عمله في وقت مناسب اللي هو 88 يوم، يعني تقريبا انا مش عارف هو التحليل بتاعه ايه، لكن اي تحليل في هذه الفترة اوكي، لان هو 90 يوم او 88 يوم ما فيش فرق. طيب المشكلة بتاعت الاعراض دي الحل بتاعها ايه؟ زي ما انتم شايفين كده انا قلت له اذا كان التحليل سليم ولديك سلبي ولديك اعراض لا تعرف لها سببا، يبقى الحل هو اتباع اسلوب الحياة الصحي مع اخذ علاج لاعراض. لو عندك وجع خد اعراض، لو عندك هرش تاخد حاجه للهرش، او عندك تقيحات تاخد علاج يعني علاج الاعراض مع اتباع اسلوب الحياه الصحي. طبعا اتباع اسلوب الحياه الصحي هيرفع جدا جدا مناعتك الشخصيه لو في اي شيء من ميكروبات او فيروسات، ما هو التحليل انت عاملها وطالعه سليمه يعني ما عندكش حاجه مهمه. فده نصيحتي، اي واحد يكون عنده اعراض ومش عارف ايه السبب يتبع اسلوب الحياه الصحي، في غضون شهر هيتحسن بدرجه ملحوظه جدا جدا. السؤال الثاني برضو ده اللي هو يعني يمكن ما جاوبتوش قبل كده، يعتبر جديد، اللي قبله كان مكرر كتير. طبعا عامل البي سي ار وبيقول النتيجه كاتبين المختبر انه طالع اقل من 16 نسخه، طب ليه وبيقول المختبر ان الجهاز ما بيقدرش يقرا اقل من 16 نسخه، طب ليه ما بيكتبش تحليل سلبي مثلا؟ فجاوبته بقول له ان الاجهزة التقنية ديت بتقيس لحد 16 فبالتالي او 20، فبالتالي بيكتب undetected، ما يقدرش يكتب سلبي. سلبي معناه صفر، هو ما يعرفش صفر ولا واحد ولا اتنين ولا 20، فبيكتب اقل من 20 الرقم المكتوب ويكتب undetected او غير قابل للاكتشاف. طب هو وجود يعني معناه ان ممكن يكون موجود الفيروس، ممكن يكون موجود نسخة 2 3 4 لحد الرقم اللي هو بيقول لك عليه undetected، بس ملوش اهمية. ليه؟ الفيروس بهذه الكمية لو موجود فعلا في جسمك لا يستطيع انه يسبب اي مرض، لا يستطيع ان يتكاثر، ولا يستطيع ان يهاجم الجهاز المناعي، ولا ينتقل الى الاخرين. إنما الفيروس عشان يسبب مرض وينتقل أو ينتقل إلى الآخرين يسبب عدوى لازم يكون موجود على الأقل بضعة مئات من النسخ. واخدين بالكم احنا بنتعرض للفيروسات كل يوم ماشي أشكال وألوان، لكن لما بتكون كميتها قليلة جدا ما بتعملش معانا أي مشكلة، لا بتقعد في جسمنا ولا بتصيب الآخرين ولا تسبب لنا مرض. فهو ده الحكمة
ان الرقم ده لا يمثل اي اهميه وبالتالي هو يعتبر سلبي. ده كده كان اجابه على اهم سؤالين جولي النهارده، لكن في اسئله كتير هجاوبها ان شاء الله، هجاوبها في موضعها يعني. ولكن هنا واحد بيقول ايه، نجاوب ده برضو بخصوص HIV، هل هذه مده كافيه واغلق الموضوع؟ تقريبا عمل بعد الفتره اللي هي فتره النفاسه. قلت له نعم اغلق الموضوع. واحد برضو بعت لي تحليل وبيقول لي شوف لي النتيجة سلبي ولا إيجابي. هو طبعا كان يقدر يسأل المختبر نفسه، يعني المختبر ما فيه دكتور، حتى لو ما اللي بيرد عليه لو كان فني فهو عارف، لكن مش مشكلة، هو عايز يطمن. فجاوبته قلت له لا النتيجة سلبي. ماشي، فهنا ده الموقع، وده اللي يحب يسأل سؤال ده المكان الوحيد اللي أنا بجاوب عليه على جميع الأسئلة اللي بتجيني عليه. وإن شاء الله تكونوا جميعا بكل خير، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية، ونشوفكم بكل خير، ويعيد علينا هذا الشهر المبارك باليمن والبركات، وإن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن من السنة دي بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.